السلامة ومرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وان شاء الله تكونوا في صحه جيده وان شاء الله تكونوا في خير ونعمه الناس الكل آه كما ريتوا في المقدمه فيديو جديد نهار جديد آه الفيديو بديت نصور لكم فيها عشويه بعد الخدمه يعني عشويه كيف باش نعديها معاكم فيديو متنوش في حاجه حلوه اكيد شفتها في اول فيديو ياسر بنينه و طلب منكم انتوما اخت طلبت مني الوصفه قالت لي ابتسام بربي بارطاجي معانا طارت بالفريز ما نعرفش اسكو يعني تو مازال الفريز متوفر عندكم ولا لا مي عنا احنا لهنايا صي يعني قريب يوفى برسك يعني بدا باش ينقرض هذاك علاش زربت روحي وقلت لازم ناخذ بخاطر متتبعتي الوفيه وطلبتها مني اكيد وقالت لي ابتسام شهيتة حبيت نبارطاجيها معاكم وحتى كان ما فماش الفريز آآ اه تنجموا تعمليها باي نوع غله متوفره عندكم وتو ما شاء الله يعني صيف الغلال ما شاء الله متوفره انواع واشكال حصلوا كما تراو قاعده نحضر في قهوتي قهوه العشويه اللي متعوده بها واللي مستحيل كان نستغنى عليها وكل سيرتو بعد تعب النهار كامل وبعد الخدمه وحاسيلو العشويه نحسها قهوه كما تعرفوني تونسني على الاخر وبطبيعة ما تحلى القهوة كان بحاجه حلوه اكيد الواحد واحد في يعمل حاجه ويبدا يستنى فيك كيفاش تجي بنينه ولا واني عندي برشا عملت شطارت الحقيقه والحقيقه شهيتها برشا يعني وكل جات بنينه 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 تهبل نودكم ولنشهيكم وبالمناسبه والحاجه الحلوه هذه نحب نرحب بال ألف متابع ما شاء الله يعني القناه قاعده تكبر بكم انتم مرحبا بكم اللي دخلتوا جدد واللي تبعوا فيه من قبل ما شاء الله نقولها اليوم بالفم والملاي عشرين ألف متابع ما شاء الله في عام ونص عام ونص يعني بالضبط من اللي حلت القناة آه الحمد لله يا ربي بالحق كسبت محبتكم وكما ديما نقولكم محبة الناس ما تتشريش بالفلوس مش ساهل آه برشا خدمة وبرشا تعب محلة يعني الاحساس كيف تحس روحك كي قاعدة تعمل في مجهود وفي الاخر تلقى نتيجة وكما ديما نقولكم راني منمشيش على عدد راني نمشي على آه نسبة يعني آه لعبات كيف تتفرج وتستمتع يعني وك كمية المساجات وكمية الحب والكومنتارات وكل بالحق ما شاء الله يعني كمية هائلة برشا ناس ولت نعرفكم مساجات حاسيله ما شاء الله والكل ربي يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي بالحق قد ما نشكركم وشوية عايشكم على كلامكم الحلو على تشجيعكم ديما وأكيد باش نبقى معاكم إن شاء الله ديما ونبقى مع بعضنا وكل مرة نجيكم بالفيديوهات المزيانين اللي تستنوا فيهم حسي لو اكيد راكم تراو كيفاش قصيت بروج طارت هذوكم وجاتني كعبه ملاوي حسي لو هزيت بالوقت يعني عندي جارتي تسكن بحذايا وصاحبتي ورفيقتي وكل باب في الباب انا وياها هزيت لها اكيد بروج متارت باش نذوقها ما شاء الله نقاها تعمل في الملاوي احصاني جري كيما يقولها من الطاجين كعبه ما شاء الله جاتني من الطاجين سخونه تهبل كيما تراو ما شاء الله يعطيها الصحه مورقه تعمل 66 كيف حسي لو مشيت تلبط قسمي كيما نقولها وكيما نقولوا يعني يعني مد ايدك ذوقني ونذوقك ما الاحساس هذاك بالحق نحس سبحان الله يعني ربي عطيني علاقة قلبي العباد الباية ديما دايره بيا الحمد لله آه ان شاء الله يا ربي ديما طيح بينا مخر منا كيما انتم باهين معايا كيما اني باهيه معاكم كيما ربي يعطيني برفيق وان شاء الله ربي انتم زاده يعطيكم برفيق وقت الضيق ما الدعوه هذه ان شاء الله ربي يونسكم في غربتكم والناس المتغربه كيف ان شاء الله ربي يطيح بكم مخر منكم وان شاء الله يا ربي تجينا في قدام لنا وفي طريقنا وكيما تدعي لنا ديما امهاتنا ربي يعطينا بالناس الباهيه والناس الطيبه وفي طريقك يعني يبعث لك انسان باهي ويحن عليك وتحن عليه في وقت في الاوقات الكل يعني في وقت الباهيه والخايبه وما تحسش خاصه سيرتو يعني تحسش روحك وحدك أكيد كلامي هذا باش يوصل وباش يتحس اكيد من كل وحده متغربه كيفي بالطبيعه وخاصه تبدا عندها سنين وسنين والغربه صيه يعني جريت في دمها اكيد تستمتع بالكلام هذا وتستمتع بالدعوات هذه خاطر بالحق راهو مش ساهل يعني مش كيما ثلاثة سنين غربة مش كيما خمسة سنين مش كيما عشرة مش كيما خمستاش سبحان الله كل عام تحس كي قاعد ينقص منك والدنيا تجري بيك وتحس بالحق يعني مونك في برشا حاجة هذاك علاش راني كيف نحكي نحكي عن تجربة ونحكي يعني من من القلب الواقع يعني من الحاجات اللي عايشتهم اني واني ما شاء الله يعني بريس كان يعني قريبش نعمل عمل عام غربة هذاك علاش بالحق كلامي يتحس كان من العباد اللي عاشوا الغربة بالحق ولا بعد وعلى اهلهم وماليهم يعني خاصه انه هما صغار يعني تغربت صغيره على الاخر هذاك علاش بالحق نحسوا نحس اني نحس يعني نحكي على روحي ديما مونك في حاجات بالحق راهو العائله والاصحاب والفاميليا يعني نخليها وكل راهو كل حاجه عندها بلاصتها وكل حاجه عندها قيمتها ما بها كان الناس المتغربه والنساء المتغربات خاصه وان شاء الله ربي يعوض لنا خير بالطبيعة الحمد لله الحمد لله الواحد يحمد ربي بالطبيعة ربي معوض لنا بعائلاتنا بوليداتنا ما شاء الله يعني اكيد نخرج منها بالافاده نخرج ان نكبروا اجيال ونجيب ولدات هيك صالحين بالطبيعة وهما اللي يعني باش ينورونا حياتنا كما احنا تعبنا عليهم وتغربنا عليهم وعلى خاطرهم يعني نعملوا في هذا الكل ان شاء الله يا ربي يهديهم ويصلح حالهم ويكبروا يعني ونفتخروا بيهم الكل حسيلو كما العادة قاعتي وركشتي وعشويتي هذيك هي الحمد لله اللي بالحق يعني استغنش عليها وراحة نفسية وبعد التعب راو متراوش يعني بالطبيعة هيك كل شيء سهل بعد التعب بعد الخدمة يعني الواحد يروح أكيد نروح نرتاح شوية والكل أما أنتم ديما تطلبوا مني ابتسام ربي بارطاجي معنا يعني هيك كيفاش تعدي نهارك كيفاش تقضي وقتك كيفاش يعني بين الخدمة والدار وكل آه راهو بطبيعة كل حاجة فيها مجهود كل حاجة فيها تعب كل حاجة فيها تضحيات أما الحمد لله الإنسان يكون إيجابي شوية يعني ديما نخلي روحي كي بوزيتيف ما نحبش يعني نقلق جملة القلق هذا من ناحية من حياتي يكونش الواحد الله لا يقدر يبدأ متقلق مثال يبدأ عنده حاجة هكاية مثال يقدر مرض ولا حاجة أما كيف يبدأ الواحد لباس وصحة البدن لباس بك هي أهم حاجة كيف تبدأ صحتي لباس وليداتي بتهني عليهم لباس الحمد لله عائلتي لباس ما عندي علاش القديمه عاملة جو الروحي متفاره متفرهدة الحمد لله هذاك علاش ديما نبعثلكم الطاقه الايجابيه بالحق راهو الانسان طبيب بروحه يعني ما تخليوش روحكم تقلقوا ما تخليوش يعني هكاية الدنيا ما عرفش تخليو روحكم في ملل في قلق تحاولوا ديما تصنعوا جوكم وحدكم حتى يعني وحدكم ما عندكش صحاب وما عندكش عباد تعرف وما عندك ما عندك يعني. الجيران ما نعرفش اني مازلت جديده في الغربه وتحس بملل وتحس بقلق خاطر نعرف الاحساس خاصه العباد اللي يجيو جدد ديما يلقاو مشكله من الاول وكل مش روحهم رواحهم وحدهم دونك تنجم تصنع روحك وحدك وتو ما شاء الله بالحق يعني تستمعوا العباد اللي جيتوا جدد طاولة هنا في الغربة في, الـ في, الـ في أوروبا الكل راهو ما فماش قلق كما قبل بما انه موجود طول الفيسبوك ولا انستغرام ولا عباد عليهم ولا مؤثرين كما نقولوا احنا وكل دونك الواحد يبدا يتعايش هكا معاهم ويتفرج ويشوف وحتى يعني اهلكم ماليك داركم واخواتك وما نعرفش يعني اصحابك اللي تخليهم كل بتتواصل معاهم تنجم حتى بالمرتين ثلاثه في النهار ما عادش يعني بالحق معادش كي مقبل ما عادش الدنيا كما قبل حسي لو نصيحتي ليكم ديما للناس يعني ولا العباد تبدا للخارج بصفة عامة ما تقعدوش برشا في الدار إلا إذا تبدا تربي ولا عندها بيبي بي ولا ما نعرفش إلي يعني ناوية باش تجيب صغير وكل بالطبيعة هذيك حاجة أخرى أكيد بعد ما تكبر ولادها وكل باش تخمم تخرج وتخدم يعني وتشوف حياتها أما كان ما عندك مرابطك ولادك ديجا يعني متهني عليهم يقراو في الروضة ولا في المكتب ولا ما إني يعني في متهني عليهم يعني كومام وكل يبداو كبار شوية ما تقعدش في الدار ما تخليش يعني القلق يسيطر عليك متخليش يعني دي ما تخليش يعني ديما روحك خاطر دار حبيبنا ام كرهنا راه يتقلق على الاخر خاصه احنا يعني للبرا خاطر باش نقاو روحنا مسكر علينا باب 24 ساعه باش تقى روح قداش باش تقعد تخرج قداش باش تمشي قداش باش تعملهم من الكل راهو لازم باش تقلق وباش ينعكس عليك بالطبيعه بالقلق وباش تولي ستريسي باش تولي داير على صغارك وعلى راجلك وتولي حاصله في مشاكل حتى نفسيه وكل هذاك علاش ماذا بيك تلوج على خدمه تخرج تشوف حتى كان ما تخدمش البرة تنجم تشوف يعني خدمه في الدار ديجا كلنا نعرفوا يعني طولات الخدمه اونلاين متوفره موجوده تحاول يعني المهم تعبي يعني وقت الفراغ على الاقل يعني خمسه سته سوايع تمليهم بالخدمه كما قلت لكم البرا والا في الدار المهم تشغل روحك بحاجه هذه نصيحة مني لكم بالحق راهو عن تجربة وما تبخلوش على رواحكم صحيح راي الخدمة متعبة والكل امل انسان يقول شاقي ولا محتاج اول حاجة باش تعاون راجلك ثاني حاجة باش تعاون روحك ثالث حاجة باش متحرمش روحك زاد خاطر المغريات لهنا يعني بالحق يعني مغريات بلاد المغريات انك تشتهي برشا حاجات باش تشوف باش تخرج باش تشوف لبسة مزيانة باش تشوف حاسيل ولا المغريات اون جينيرال يعني اي حاجه باش تشريها لروحك وباش توفرها لروحك نجم انت يعني نجم راجلك ما نجمش يوفرها لك مع ضغوطات الحياه مع الدنيا صعبت مع الدنيا غلات على الاخر وزيد عندنا آه عنا ما شاء الله زيد البي هاكم تشوفوا يعني واحد يروح لتونس يقعد عام كامل يلمت في الفلوس باش يروح لتونس باش يروح يتفرهد وكل هذاك علاش يعني ننصحكم انكم تعاونوا رواحكم حتى هيك بساعات يعني حتى ساعتين ولا ثلاثه ولا اللي تلقاو كما قلت لكم بكل و كما قولها يعني حتى يعني باش تخرجوا وكما قلت لكم مثل حصر الدار ومثل اقلاقه ومثل استئذان وهكا سبحان الله راهي المراه ديما محتاجه الوقت يعني هكايا باش تبعد فيها على الروتين يعني الروتين يعني باش يولي روتين كل يوم كل يوم كل يوم باش يولي بطبيعه قلق وملل مش ندوروا حاصلوا على الصغار باش يولي بش سبحان الله يعني خاطر الناس كل نعرفوا كيفاش كان واللي يسترسي على الاخر تولي المراه دايره على روحها تولي مهمه روحها تولي حاصلوا ينعكس بطبيعه بالسلبي بطبيعه مش بالايجابي هذاك علاش احنا في وقت تو في عصر تو يعني ان نجموا كما قلت لكم يعني نجموا نخدموا في الدار ولا البرة المهم حصيله الواحد باش مي... وميمشيش... ما يمشيش عمره خسارة أو ما يمشيش غربته خسارة كما نقوله بالطبيعة وما نحكيش على يعني تبدأ ظروفها سافا يعني ويبدأ رجلها موفر لها كل شيء ولا تبدأ يعني عايشة بالطبيعة بيان بيان هذه كما تحبش تخدم حاجة أخرى تبدأ عايشة لبس عليها ما نعرفش أني ينجم لها رجلها كل شيء فاكونسي تخرج تحوس تتفرهد ما نعرفش أني ولا هي أصل في مخها تقول أني كونتر نخدم هذاك بالطبيعة كما قلت لكم يرجع يعني الإنسان كل حد حر في حياته وكل انسان يعرف ما يصلح به يعني ديما نعطيكم النصايح على حسب يعني العباد اللي تخمم كيفي والعباد اللي يعني نكونوا نفس المونتاليتي هكا وكل وكما اني يعني, يعني نحترم قرار الناس كل اكيد بطبيعه اللي يعجبه يعني كلامي باش يطبقوا يعني هكا ياخذ بالنصيحه ولا بطبيعه يقول لك لا يعني اني يعني ما يعجبنيش ولا ما ناخذش يعني بالنصيحه ولا ما يدخلش مخي كلام كل نحترموا راي بعضنا يعني بطبيعه كل حد حر في حياته حاصيله. نبقى نحكي كما العادة تقني ندخل في في الموضوع وكل ديما راني مواضيع اللي نجبدهم بطلب منكم انتو راني يعني نقعد ديما نتفكر في لي متاعكم واسئلتكم ديما اللي تجيني وبالحق يعني ديما هكاي لديسكسيون خاصة يجوني برشا يعني على الانستغرام هكاي سؤالات وكل هذاك علاش ديما نبني اي فيديو نحب نعمله باش ميكونش هكي روتين ممل والكل نجبد فيه موضوع معين باش الناس كل من بعضنا حاجه اخرى نحب نجاوب على سؤال اخت مش وحده برك ديجا بارشا ديما تسالوا دي فيها على الاسبيراتور هذه اللي نستعمل فيها شنو هي الماركه نتاعها تنصحنا بها ولا راهي ديجا هذه قديمه معناها عندها اكثر من عامين الماركه نتاعها هوفر وديجا سبق يعني وحكيت عليها والكل موجوده يعني ومش غاليه برشا وقتها خذيتها اني في زون 200 يورو وكل اما تو رخصوا على الاخر واني واحده من الناس الحقيقه ناوي باش نبدل نحب ناخذ كعبه اخرى خاطر يعني بعد عامين استعمال حسيتها ما عادش تنظف لي كما قبل وما عادش تشد لي البطري البطري بالحق حاله على الاخر ما عادش تشد لي هذاك علاش قاعده نخمم باش نشري كعبه اخرى ما خير دونك باش نقول لكم يعني ما نجمش نقول يعني باهيه ولا خايبه من الاول جات تحفونا يعني الحقيقه عام كامل استعملتها مش نورمال اما العام الثاني ولات تيحلي من المشارج وحتى نبدا اني نظف بها وثاني حاجه يعني هك ما تشوف يعني عامين ما قعدتش برشا تسمى هذاك علاش حتى اني قاعده ناويه باش نبدل اوطا وماركات موجودين يعني بالحق يعني بالباجاج كيما نقولوا لاسبيراتور فما برشا انواع في الزون هذيك تلقاه في زون 180 150 فما امل يحب ياخو حاجه باهيه باهيه حاجه ماركه يعني معروفه والكل بطبيعة الانسان اللي يحب ياخو كان بالحق تقدروا وكل اني وحده من الناس الحقيقه قاعده نخمم باش ناخو حاجه باهيه يعني كاس ما نحبش نقعد كل مره نشري ونطيش فما ماركات معروفين حاسيلو الواحد فرد مرة يعني أخو حاجه باهيه وكا اللي يحب كي متاع باش يمشي بها روحو والكل الماركات العاديه هذيا والاسوام الموجودين يعني وكل يمشيو كيف كيف راهو ديجا انت كي تمشي المغازا يقولوا لك يعني قداش قداش يعني النسبه نتاعها اني وقت شريتها قالوا لي سبعة على عشرة يعني يقولوا لك حاصلوا النسبه نتاعها كيف تجيب تشريها كيفاش يعني وكل وزيد بالحق يعني نتفكر بالبهي والبهي وقت شريتها قالوا لي يعني البطري باش تسقط لك يعني هكا قالوا لي عام ونص ما وقت وقتها لي عام ونص ونجم تبدلها البطاريه ماني يعني مش نبدل البطارية بالطبيعه باش نشري اللي باش نشري به بطاريه جديده نمشي يعني ناخو اسبيراتور باهيه وكا كل مره حاسيل الواحد يبذر في فلوسه هكاك في حكايات يعني ما ما تستحقش كما نقولوا حاسيلو ما بالطبيعه كل قدير وقدر كل حد يشري الحاجه اللي تساعده كما ريتو حاسيلو مسحت الدويره ونظفتها وعملت هكايا الروتين نتاع العشويه وكل وسبحان الله وسبحان من غير الاحوال في القهوة الطقس محلى. الطقس حاسيلو جميل والعصافير تزقزق سبحان الله في في دقيقة يعني في في دقيقة تقلب الطقس ولا ريح وجاتنا هكايا سبحان الله عاصفة ولات مطر تصب وسبحان من غير الأحوال يعني هذاك هو طقسنا صدقوني عام 12 وصيف كامل سيرتو في الصيف في الصيف يتعدلنا هيك. يعني الصباح تبدا غرغور سخونة تبدا الدنيا مش نورمال والعشية يتقلب حاسيلو هذه هي الصيف يعني بريسك اغلبيه الاوقات واغلبيه النهارات يعني باش ما نقولش يعني سبعين ثمانين حاصلوا ستين في المية الطقس يتعدلنا هيك يعني العشوية لازم يتقلب الطقس وتجينا عاصفة ويجينا ريح قوي وساعات تصب مطرة قوية مش نورمال سبحان الله يعني البلاصة نعيش فيها آني ما ديما نقولكم المناخ يعني متقلب والدنيا هيك في ساعة سبحان الله تظلام وصحابة في ساعة تجي ولا فما يجي حسيلو أما ما فماش برد بطبيعة الدنيا مغطرة ريتو المطرة هذه وتسيب وهج وتسيب حاصلوا تولي الدنيا مغطرة تحس روحك هكا تبدا تتلصق حصلوا ما نحكي لكمش يعني عندي دبشات بالطبيعة مع هيك ريح وكل نحس في المنشر باش يهز الكل وباش يرجع يتبلي مشيت نحيتهم بالطبيعة باش نطبقهم ونحطهم في بلاصتهم مش تبش ولا محالة هيك شوية ملاحف عندي نابات عندي غلافات الكراسي ديما غلافات الكراسي متاع الكوجينة بحكم جوري يعني تمسخ ديما وكل بريس يعني أقل حاجة مرة في الجمعة نغسلهم ونبدل يعني شارية ديجا البديل وكل كل جمعة الغلافات اللي يتمسخوا نحيهم ونعاود نبدلهم بغلافات أخرين هوني عندي زادة الريدو هذا كم بان وكل زادة ديما نبدلو حاسلو كيما تعرفوني ما نركحش ديما عندي نابات نغسلهم ديما أي حاجة ما نحبش يعني الحاجات تتراكم عليا والحاجة اللي تتمسخ لي جمعتين ثلاثة ماكسيموم كيا وديما نبدل وديما نحب كيا خاصة يعني الملاح بالحق محلية منحسوا بيتفرج كيف لو ونحس أصل سبحان الله يعني كيف كل جمعتين سمي جمعتين برشا في الصيف راهو خاطر في الصيف سبحان الله اللي نعرقوا اكثر اللي يتمسخ في ساعة يعني الفروشات كي سوا فروشات صغاركم ولا فروشاتكم انتوما وكل ماذا بكم ماكسيموم ماكسيموم جمعتين وديما تبدلوا وديما تغسلوا سبحان الله يعني نظافه وحدها خاصه يعني في الصيف اكثر من برشا سبحان الله الواحد في الشتاء يستصعب الغسيل على الاخر يعني واحد من الناس تقولي نبخل على الشياح يعني الدبش ماشي حليش الكوفيرتات ماشي الملاحف زي كيف كيف تحب لهم ثلاثة أربع أيام هذاك علاش في الصيف الحقيقة ماذا بيا ديما كي ديما الدنيا نظيفة وديما فرشكة وسبحان الله الدبش كي يعطي ريحة نظيفة وحتى الصيف وحده وكل في الحاجات هذوما تهو طيب باش ندخل معاكم للكوجينة ونكملوا العشوية مع بعضنا وباش نبارطاجي معاكم الوصفة نتاع التارت اللي هي ساهلة ماهلة كما تراو المقادير اكتبتهم لكم دي طي كما العادة اعملوا كابتير دي على المقادير وباش نبدا معاكم اول حاجة بالكريمة اللي حطيتها في وسط التارت بالنسبة للكريم باتيسير ديما بارطاجيها معاكم حسيلو سهلة على الاخر هذه كمية قليلة خاطر تارت صغيرة والكل حسيلو هونية بالضبط حطيت 400 ملي حليب حطيتهم يسخن على نار هادية وتاو باش نتعدى نحضر يعني بقية الكريمة في صحفة حطيت زوز اصفر متاع عظام حطيت عليهم واحدة ساشي فانيليا باش كل الاصفر متاع العظام هذاك بالباهي بالباهي ماذا بينا البي بيكون على درجة حرارة الغرفة كيما دي ما نقولكم وتاو باش نكمل نضيف عليهم خمسين جرام سكر حاصلوا نخلط السكر مليح مليح كريم باتيسير هذيا راهي ناجحة مية في المية ودي راني بارتاجيها معاكم حاسيلو تجيبنينا بريحة الفاني هكايا وكل وتخدموا بها لي هذه ديجا نخدم بها الجاتوات وكل حاسيلو كملت حطيت معاها غرف مغرفتين حليب من الحليب هذاك اللي حطيته يسخن باش نجم نحل النشاء وبالنسبه للنشاء بالضبط حطيت 40 غرام تاع نشي نخلط هكا كل شيء مع بعضه بالفوي كما تراو واللي طون اللي الحليب هكا باش يبدا يعني يسخن ما يكونش سخون يغلي ردوا بالكم دوبه ما يدفى هكا ويكون ديجا الخليط نتاعي حاضر باش نأخد طاو سباتيل وباش نصب طول طول يعني الخليط هذا طول باش نصبو في في الكسارونه وماذا بينا هكا بسرعه نزربو رواحنا شويه باش العظم هكا مي وكل وناخد فوايه ونبقاو نحركو كما تعرفوا الكريمه ما نقصو على التحريك جمله مع التحريك المتواصل نبقاو نحركو مليح 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 لين يعني يطيب وعلى نار هاديه باش ما تحرقناش كما ديما نوصيكم وكها تتحصلوا على كريمه ناجحه 100% وكان باش تعملوا يعني الكريمه هذه باش تعتمدها يعني للجاتو تبدا اكبر وكل ديما ضعفوا الكميه انا يعني ديجا عملت يعني كميه هذه قليله على خاطر الطارت يعني صغيره وما تستحقش كميه كبيره والكل باش باش الكميه اللي نطيبها نستهلكها والكل حصل البريسك يعني طابت اول ما تبدا تبقبق الكريمه نتاعكم سي بون طابت يعني ويكون القوام نتاعها ما يكونش جاري وميكونش يكونش خاثر برشا حصلوها باش نوريكم ديجا القوام نتاع الكريمه كيفاش آه ما شاء الله يعني بالحق ريحتها فواحه كما طول طول وهي سخونه حطيتها في صحفه ما خليوهاش في الكسرونه نتاعها باش ما ترجعش عليها كسخانه وتجي والكل باش نكمل نضيف عليها بالضبط 30 غرام زبده شويه هكا دوبا هاكم تشوفوا ديجا حتى بالعين هكا قالب صغرون باش تفوحها الزبده على الاخر وتخليها لي كي ما تباسش برشا حاسين والكل باش نحلها هي تبدا سخونه الكريمه ونحطو فيها الزبده نبقى هكا نحرك بالباهي بالباهي بسباتول لانك القالب الزبده هذاك يتحل فيها ديجا هي الكريمه سخونه برش باش تتحل في ساعة في ساعة حاسيلو بعد ما تتحل الزبدة وباش نغطاها يعني بطبيعة بابيي فيلم اليمونتير ولا ساشي ولا حاجة ونحطها على جنب وهكاكا تكون الكريمة متاعي حاضرة بعد كيف نحضر التارت الكريمة حاسيلو تبدا هكايا زادة شدت تروحها شوية خاطر ما تبداش جارية برشا تبدا سخونة حاسيلو تبدا هكايا محلولة لي طون اللي هي يعني شدت روحها شويه في الوقت اللي باش نتعدى نحضر العجينه نتاع التارت بالنسبه للعجينه باش نعملها بطريقه حاسيلو كما آه كيما البات بري بريزي يعني آه حاسيل ما عملتهاش بات تارت يعني كيما يخدمها وكل حبيت نعملها بات بريزي حاسيلو تحفونا على الاخر من ديجا قبل حتى جربتها معاكم وكل بنينه برشا وجيك البسكوي حاسيلو تجي تهبل جربها بالطريقه هذه حاسيلو بالنسبه للمقادير بالضبط كتبتهم لكم يعني في الفيديو والكل تبعوا المقادير يعني بالجرام يعني وكل حطيت كميه الزبده معها الزبده زعما طريه على الاخر على درجه حراره الغرفه كمل ضفت معاهم قرصه نتاع ملح وحده ساشي فانيليا وباش نكمل نضيف كميه السكر وباش نخلط كل شيء بيديا كيما نخدموا يعني البشكوت وكل هكا بيدينا كل حسيلو لين يتمازج كل شيء مع بعضه راهي البات هذه سهله برشا خلط كل شيء مع بعضه ولين تتحصل على عجينه سهله مهله ما فيها حتى شيء كيما ريتوني محضره ديجا لي زانغريديون الكل حطيت ثلاثه اصفر نتاع بيض ل... بالنسبة لل, لل... يعني لل... هذه الكل تتطلب اصفر بيض ما تطلبش الابيض الكل استغناو عليه وتنجموا تعملوا به حاجة اخرى اومليت ولا حاجة حصيلو كهو باش نخلط العظم هذاك مع الزبدة والسكر وفي الاخر باش نضيف الفارينه هذه هي الوصفه سهله على الاخر وبالحق تو تجربها ان شاء الله وتشوفوا النتيجه تجيكم خير من بات طارت بألف مره حاسيلو آه بالنسبه للفارينه بالضبط حاسيلو اني يعني استعملت 350 غرام ضيفوا بشوي بشويه, بشوية. نتوما حسب يعني الزبده كيفاش يكون القوام نتاعها لين تتحصلوا على عجينه تكون متماسكه طريه على الاخر كيما بات السابلي وما تتلصق في اليد حاسيلو هاك تشوفوا ديجا القوام تاعها كيفاش هذه ديجا البات نتاعي بعد ما كملت لميتها كيما تراو حاصيلو ما عادش تلصق في الليد لميتها بالباهي بقات بقيت هكايا نلم فيها لما ما نعجنوهاش جوست يعني لماها كيما تراو هكا بالضبط كيما بات صبلي تبدا طريه برشا في الوقت طول طول يعني من غير لا نرتحها حتى شيء باش نبدا نخدم البات نتاعي على بابي كويسون باش ما تلصقنيش كما تعرف فيها الزبده والكل باش نحلها بالقلقال نحلها يعني على كبر البلاتو نتاع باش ال... تخدموا فيه تارت اي مول نتاع تارت متوفر عندكم اكبر شويه اصغر شويه المهم حاصلوا تحضروا المول وتقيسوا عليه بالنسبه للمول بطبيعة حطيت عليها بابي كويسون يعني الحقيقه خاطر خفت تلصقليش والكل بطبيعة دهنته بالزبده وحطيت فيه بابي كويسون هيك قلت باش تلصق باش بعد كيف نجي نخرجها تخرج معايا فاسيلمون كيما تراو من اللوطه هيك يعني جيست كيف القاع حطيت البابيي وقلبتها بالطريقه هذه نحطوا يعني البات بالطريقه هذه بالبابيي كويسون هيك كتساعدنا باش ما تتكسرناش وتهبط معنا فاسيلمون وكما تراو بالنسبه للاجناب بطبيعه نحيو مكان حاولوا نسمحو ونحيو الجناب هذاك الزايد الكل وبطبيعه ما يتلوح حتى شيء باش نوريكم شنو باش نعمل بيهم البقية العجينه هذيك شنو باش نعمل بها حاسيلو بما انا هي هي راهي في ايطاليا اسمها الناس اللي تعيش في ايطاليا البات هذه اسمها باستا فرول معروفه راهي باستا فرولا مشهوره على الاخر في ايطاليا ويستعملها برشا في الحلويات نتاعهم حاسيلو هنيه كما تراو بعد ما نقبتها بالفرشيطه سخنت الفور نتاعي على درجه حراره 170 ونخليها تطيب هكاك حكايه 15 دقيقه انتم كم ما عينكم ميزانكم وديما عسوا عليها وبالنسبه للكميه اللي تبقات لي نتاع البات كيما تراو شكلتهم هكايا بالقوالب تبعتهم كعبات بسكوي بالحق راهم جاو بناني شاروا ديجا البات البات هذه معروفه في ايطاليا يخدموا بها البشكوتو بنينه تشر هذه التارت متاعي بعد ما طابت كما تراو لونها كيفاش ما تحمراها تخ... تحمرها برشا كما طارت يعني ما تكون هكا مستبيضه شويه جوست كي احمرت من الجناب نتاعها طابت في حقها بالضبط قعدت لي 15 دقيقه ما شاء الله ريحتها فاوحه فاوحه تعمل الكيف هونيه باش نخليها تبرد كومبليتوم ردوا بالكم تمساه وهي سخونه سينو تتكسر وتمشيلكم وتمشي لكم فريكت يعني ما تمسوهاش اقل حاجه سويعة من زمان هوني كيما تراو بعد ما بردت مليح مليح ديجا شاده البلاطو بيديا باش نخرجها من المول نتاعها كيما تراو نحاولوا نسيسها هكا بحكم اني حاطه فيها بابي كويسون تنحاتلي لي فاسيلمون تو تاو باش نكمل جيست نحضرها ونعمرها بالكريمه اللي يعني سبق وحضرتها معاكم عاودت حليتها كي شويه بالفوي بعد ما يبست شويه عاود من عاودت حليتها خلطتها مليح مليح لين عاودت تحلت الكريمه وصبيتها في وسط التارت والله العظيم ما عندكمش فكره قداش جات بنينه راهي مزيج بينك البسكويه هكايا نتاع الطارت بنين على الاخر ومعاك الكريمه هكايا تشرها فاوحه وزيد باش نكمل نزينها بالفريز ما عندكمش فريز وما فماش مثال فريز مش متوفر تنجموا تزينوها بالخوخ تنجموا تزينوها بالمشماش حاسيلو ما تحيروش باي حاجه متوفره عندكم تنجموا حتى كان ما تحبوش بالغله تعملها بالفرويد ساك حاسيلو البنه متاحة بالحق في في كيف كيفاش والكريمة بنا ما نحكي لكم مش بالحق نودكم ولا نشاهيكم كملت كيما ريتو بالنسبة للفريز غطستو شوية في الجليكوزا باش تبدا فيها كل لمعة والكل وبالنسبة للحقيقة والأمانة راني هذي خدمتها في الليل قبل بليلة قبل ما نصور لكم الفيديو وخليتها ليلة كاملة في الثلاجة راهي طارت تاكل هكايا باردة وتزيدك تشد روحها ومنه غدوة تصبح تهبل بيتها الوقت هذا يعني كيف خدمتها بيتها ليل في الثلاجة ومنه غدوة كما ريتو طيبت لها هو وركشت عليها وحسيل جات بنينة ان ودكم وسامحوني كان شهيتكم ان شاء الله شهوتكم في الجنة وهذوما كعبات البسكوي اللي حضرتهم زادا جاوي يتقرمشوا جوري شخت عليهم على الاخر بالحق ان ودكم هيك نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو ان شاء الله يا رب يكون عجبكم ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا كما العادة ووصلتكم طاقتي الايجابية بسلامة واستنوني باذن الله في فيديو جديد